شوفي يا روحي، تعملي أكلة محبشة ورخيصة وما تكلفكيش. تحطي في صفغتك اللحمة والفراخ والديوك المحمرة والمحاشي باللحمة. وما تقوليليش، ما تقوليليش على طعمها اللي يدوخ. وفي طريقة جديدة لحشو الديوك بالفراخ واللحمة، ودي طبعا رخيصة وطعمها لذيذ. لذيذ يا أخت. واحرصي على انك تحطي على صفتك اللحمة والفراخ، لانها طعمها يجنن ومليانة بالفيتامينات. وما تصدقيش حد تاني. خد يا احمد، حطلي فصين توم عشان خلطة البتنجان. توم ايه اللي هقشره؟ مش كفايه اعمل لك السلطه؟ يا مدام المفروض اخش البيت الاقي السفره جاهزه، والتجاري اللي كل يوم ده، ده انا عايزكم معانا، ده مش حاجه تانية؟ اطبخي يا جاريه، كلف يا سيدي، هات اللحمه وانا اطبخها، طلع الفراخ من الثلاجه الفاضيه وانا احمرها. بعدين اسمع اما اقول لك، انا بشتغل زي زيك، والتاج اللي فوق دماغك مش هيقع عشان كان فصل توم هتقشره. انا بشتغل الصبح وبعد الظهر. صلاه النبي عليا، قال يعني انا اللي بعد الظهر بروح الملاهي ولا بلبس السواريه واروح الاوبرا؟ ما انا حيلي مهدود في شغل البيت. قبرت اللي انت عايزه تروحيها، انت ما تنفعيش تروحي السيرك، ده انت لو رحت جنينه الحيوانات هيقفشوك. القبره قبرت متعود اتعشى مع اولادي. طب بقول لك ايه؟ النهارده الخميس على طول الشطه. اللي قاعد بره مش راضي يمشي. يا ساكا دلوقتي. ساكا حضرتك. الدنيا اتأخرت والناس عايزة تمشي. الفهم في ورقة لحضرتك تاخده معاك البيت تقولهم انت والحاجة. سليمان. لا صح. احنا هنبات هنا النهاردة. خميس باص. والجمعة كمان. كتابي وابقى عريس وهواك، واتمنى لو انساك وانسى روحي وياك، من ضاعت تبقى في ذاك لو تنساني، وساكن في حي السيدة وحبيبي ساكن في الحسين، وعشان نقول كل الرضا يومات اروح له خاطئين. بنادي عليك، بنادي عليك، بنادي عليك. من حاول فك ضفايا منيرة، يا ولدي منيرة.
على مهلك شوية. العيلة يمين ويا الساعة كم بقى دلوقتي؟ احنا لسه بدري بدري قوي. انا مش عارف انت بتنام بدري ليه. ده حتى الليلة دي ليلة الخميس تبقى ليلة مفطرة جم صباح التاني يوم الجمعة مفيش حاجة. ومولع الجسد ليه دلوقتي؟ ده عبد الحليم. عبد الحليم حافظ. واللي فكرك بعبد الحليم حافظ الساعة 2 بالليل؟ عبد الحليم دايما على البال، بس المشاغل هي اللي بتخلي الواحد ينساه، وده احنا بنفتكره كل مدة لما تبقى الأحوال مش بطالة. بقولك ايه يا أحمد، نام ولا انت نسيت؟ مش أنا لو رحت جننت الحيوانات يقفشوني؟ يقفشوكي يحطوكي مع الغزلان والطيور والبلابل. ولا انت عارفة ساعة الزهق الواحد ساعات بيلطش بالكلام. طب أنا هقولك على حاجة، راجل المحل زاد النهاردة 300 جنيه. اشمعنى؟ عشان الليلة دي ليلة الخميس. يديك برضو بركة ليلة الخميس تقوم مع المحل وما تقومش على البيت هنا. طيب طيب روح شوف العيال ناموا ولا لسه. ماما نايمين. قوم يا احمد قوم.